السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو اون اكزومبل على لا ترانسفورماسيون تريونغل ايطوال. دونك عندنا هاد لا سيركوي هادي وقال لك كالكولي لا ريزيستانس ايكيفالون ديال هاد لا سيركوي هادي. دونك شنو غادي ندير؟ دونك الوهنة الاولى كتبان لنا صعيبة ممكنش نخرجوها، ولكن استخدمنا لا تيوغيم ولا لا ترانسفورماسيون تريونغل ايطوال تولي سهل بزاف. دونك لا ترانسفورماسيون، دونك هنا عندنا تريونغل وهنا عندنا تريونغل، يعني سواء نديرو ترانسفورماسيون تريونغل ايطوال فوق ولا لتحت. في الفيديو اللي فات كدرت لكم ما خرجتش، ولكن وريتكم كيفاش ديروا ترانسفورماسيون تريونغل ايطوال لتحت وكيفاش تحدد لا ريزيستانس ايكيفالون. اليوم في الفيديو غادي نديروا الفوق، نديروا ترانسفورماسيون ايطوال تريونغل في هاد لا بارتي هادي الفوقانيه. دونك كيف قلت لكم باش تحدد ترانسفورماسيون ايطوال تريونغل باش تولي سهله، كنديروا كنرسموا الايطوال داخل ديال التريونغل بحال اللي درنا هنايا. كنرسموا الايطوال داخل ديال التريونغل وكنسميها لي ريزيستانس ار ا حدا لون ا، ولي ريزيستانس ار بي حدا لون بي، ولي ريزيستانس ار سي حدا لون سي. و ار ريزيستانس ار ا هي لي دو ريزيستانس لي تيكونوا في الجناب مقسوم على لا سوم دي تخوا ريزيستانس دي تخوا ريزوار. دونك لا ريزيستانس ار ا شنو كتساوي؟ كتساوي لا ريزيستانس لي عندها 6 اوم، لا ريزيستانس 6 اوم مضروبة في لا ريزيستانس 10 اوم سور لا سوم دي 3 ريزيستانس لي هي 6 زائد 10 زائد 4، دونك هادي 6 اوم. مبغيتش نرسم اوم، ندير اوم هنا باش متبانش الشكل، باش ميبانش خايب. دونك هي اذا لا ريزيستانس ار ا شنو كتساوي؟ كتساوي 6 اوم مضروبة في 10 اوم سور لا سوم دي 3 ريزيستانس لي هي 6 زائد 10 زائد 4، دونك هي 60 مقسومة على 20 لي كتساوي 3 اوم. La même chose بالنسبة لا ريزيستانس ار بي مولي دو ريزيستانس لي في جنب سور لا سوم دي 3 ريزيستانس، دونك هي 6 مضروبة في 4 سور لا سوم دي 3 ريزيستانس 6 بلس 10 بلس 4 لي كتساوي 24 مقسومة على 20 لي كتساوي 1.2 اوم. لا ريزيستانس ار سي شنو غتساوي؟ غتساوي 10 مضروبة في 4 مقسومة على لا سوم دي 3 ريزيستانس، فوالا. دونك 10 مضروبة في 4 مقسومة على لا سوم دي 3 ريزيستانس اللي هي 10 زائد 4 زائد 6 اللي كتساوي 40 مقسومة على 20 اللي هي 2 اوم. دونك اذا هاد الشكل هذا، هاد الشكل هذا المعقد يولي تكتب على هاد الشكل هذا. دونك هاد التريونغل هذا غيولي على شكل ايطوال، فوالا. دونك ايطوال نجمة عطيني هاد الشكل هذا. دونك هادي هي ار ا، هادي هي ار بي، هادي هي ار سي. دونك ار ا لقيناها 3 اوم، ار سي ار بي لقيناها 1.2 اوم، و ار سي لقيناها 2 اوم، فوالا. دونك دابا كيف كتشوفوا ان هاد الريزيستانس 1.2 اوم و الريزيستانس 4 اوم راهم اون سيري، كذلك الريزيستانس 2 اوم و الريزيستانس 6 اوم تا هما راه اون سيري. دونك يمكننا نجمعهم، دونك يولي لي الشكل كوم سا. دونك عندنا هيولي عندنا ريزيستانس 5.2 اوم لا سوم دي 4 زائد 1.2 و ريزيستانس 8 اوم لي لا سوم ديال 2 زائد 6، فوالا. وكيف كتلاحظوا ان هنايا كيتشاركوا لو ميم نو الفوق والتحت، كيتشاركوا لو ميم نو الفوق والتحت. وكيف قلت لكم في الفيديو ديال الكالكول دي ريزيستانس ايكيفالون، ان فاش يكون عندنا دو ريزيستانس عندهم لو ميم نو الفوق والتحت تيكونوا هاد لو دي ريزيستانس اون باراليل. دونك هادو اللي درناهم على هاد الشكل هذا 5.2 و 8 اوم راهم اون باراليل، فوالا. و دو ريزيستانس اون باراليل كنطبقوا الخاصيه اللي كتقول لنا ريزيستانس ايكيفالون هي ار1 فوق ار2 سور ار1 زائد ار2. دونك هادي هي القاعده اللي كنستخدمو توجور فاش يكون عندنا دو ريزيستانس اون باراليل. دونك عطينا ار ايكيفالون ديال هاد لي دو ريزيستانس هي 5.2 مضروبة في 8 سور 5.2 زائد 8، دونك الا درنا الكالكولاتريس غتعطينا 3.15 اوم. دونك هاد لا سيركوي هادي غتولي كتكتب على الشكل هذا، كتولي لنا ريزيستانس 3 اوم، هاد لي دو ريزيستانس عطاونا اون ريزيستانس ايكيفالو كتساوي 3.15 اوم. دونك هنايا سي تري سامبل، دونك دو ريزيستانس اون سيري سي لا سوم دي دو ريزيستانس، دونك هي 3.15. دونك ريزيستانس ايكيفالون ديال لا سيركوي المعقدة اللي شفناها في الاول، هاد لا سيركوي هادي ولات كتكتب على هاد الشكل هذا، ان سول ريزيستانس اللي عندها 0.15 اوم. وهذا الشيء هذا بالفضل ديال لا تيوريم ولا لا ترانسفورماسيون تريونغل ايطوال، فوالا. دونك مثلا اذا كان الكيستيون مثلا في بدايه التمرين كانوا رابطين هاد لا سيركوي اللي فيها هاد لي ريزيستانس هادو
راه تنام واحد المولد واحد الجينيراتور وقال لك كالكولي لو كورون كي باس سور كي باسي سور لا سيرك ولا لو كورون توتال يعني ديليفري بار لو جينيراتور شنو كدير كدير لو ميم لي ميم زيتاب غير هنا يكون رابطينو بواحد المولد دونك لي ميم زيتاب غات سامبليفي لا سيركوي اترد بحال هكايا اترد ان سول ريزيستونس ان سول ريزيستونس 0.15 ودونك الكالكول غيولي مربوطه مع واحد المولد عند واحد الديفيرون دو بوتونسييل مثلا او اي هي لو ديفيرون دو بوتونسييل سور لا ريزيستونس توتال ديال السيركوي هي 0.15 وشكرا.